صباح بمقاطعة المنارات، شرفنا بالزيارة ديال السيدة رئيسة المجلس السيدة وزيرة فاطمة الزهراء منصوري اللي مرفوقة بعدد من النواب ديالها وكذلك أعضاء ديال مجلس المقاطعة والنواب لزيارة واحد المجموعة ديال الأوراش المفتوحة داخل تراب هذه المقاطعة. وهاد الأوراش التي تعتبر في نظري أنا كرئيس مقاطعة هي من الأوراش البنيوية اللي كتجلى في مجموعة ديال المشاريع التنموية الخاصة بالبنية التحتية، خصوصا أنه اليوم كنا زرنا الورش ديال طريق تارقة اللي غادي يدي من عند اللي جاي من عند لابلاس دارم، يعني مشاحة بيران زاران حتى العزوزية، يعني العزوزية تقريبا. هو هذا شارع مهم اللي غادي يعطينا واحد الدينامية، واحد الحركية والانسيابية في حالة في يعني فيما يخص حركة السير. كذلك شفنا واحد المجموعة ديال الطرقات اللي غادي تفتح في البلون داميناجمون واللي المجلس لابد من زعم الملكيه ديالها باش ان شاء الله هاد لي زوبستاكل ما يبقاوش، باش ان شاء الله الامور تكون مزيانه خصوصا على مستوى لابروندا والشارع اللي جاي من العزوزيه وجاي الابواب مراكش وجاي داخل عندنا لاروكاد. زرنا كذلك عطات الانطلاقه السيده العمده المشكوره للملاعب القرب اللي ديال التديلي رحال، وكذلك قمنا بزياره الورش اللي هو الطريق الممتده ديال لاروكاد اللي هي اليوم يعني تعاود لها الصيانه ديالها وكتعاود التوسعه ديالها بشكل يعني تستجب للمتطلبات ديال المواطنين. انتهينا اليوم في الغابه الرياضيه، هذه الغابه اللي هي مطلب شعبي ديال واحد المجموعه ديال الاحياء السكنيه اللي غادي تستجب للمتطلبات ديال الساكنه ديال مقاطعه المناره وخارج مقاطعه المناره، على اعتبار ان هذا المشروع يمتد على 60 هكتار متكامله فيها جميع المرافق اللي كتخص الشباب واللي كتخص الرياضه والثقافه. فالحمد لله اليوم هذه الاوراش هي اوراش الكبرى مفتوحه وتابعها اوراش جديده ان شاء الله في المستقبل خلال برنامج عمل الجماعه، وهذا الشيء راه كاين في برنامج عمل الجماعه اللي مسطره المجلس الجماعي والاعضاء ديال هذه المقاطعه اللي غادي ان شاء الله يعود بالخير على هاد المدينه. فهاد المركب الرياضي اللي كتشوفوه فيه واحد العدد ديال الملاعب ديال الباسكت، واحد العدد ديال الفوت على الكره الحديديه، يعني جميع الرياضات بمختلفها وتنوعها، واللي غادي يجاوب على واحد المجموعه ديال الاسئله فيما يخص هاد الاحتياجات ديال المواطنين وديال الشباب. يعني حنايا متمنياتنا ان هاد الاوراش تحقق لنا التنميه المحليه اللي كيرجوها صاحب الجلاله واللي دائما تيلح عليها. اليوم حنا جد سعداء اننا بقينا في يعني في البرمجه وفي المواعيد اللي حنا برمجنا فيها هاد المرافق، ما كنقولوش حنا كلام انشائي او لا شي حاجه اللي كنقولوا باش ما وعدنا به المواطنين غادي يكون ان شاء الله. مشكوره السيده العمده على التفاعل ديالها، وانتم شفتوها كيفاش كتصنت المواطنين ملي انطلقنا من البدايه ديال الاوراش حتى النهايه ديالها. جميع التساؤلات كانت كتجاوب على التساؤلات ديال المواطنين، كانت قريبه من المواطنين، وحنا بدورنا كنحيوا فيها هذه الروح التشاركيه اللي خلقها المجلس الجماعي، وكنعتبروا روسنا احنا لسنا فقط منتخبين ديال الاحزاب، نحن مواطنين قبل كل شيء، وهذا هو اللي كيخلق الانسجام داخل هذه المقاطعه. ونتمنى من الله سبحانه وتعالى ان يستمر هذا الانسجام خدمه للصالح العام وخدمه للتوجهات ديال صاحب الجلاله. شكرا لكم.